لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثمامة بن أثال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. طالر صحابي أثالا ثمامة يضرب هو التوريوتو الحصار بلكاد الاقتصادية إيكانوميجيسكي على قريش قريشي طيب الناخن إتو إخواتي رديس العبيل قلير دون. في السنة السادسة للهجرة هجرة يلخو وتشراح عزم الرسول عليه الصلاة والسلام يلشن أويل ستر على أن يوسع شرب نطاق قوة قوتي نطاق حدود مدى دعوته شقيقما إلى الله ديلي، فكتبت ويزدر 8 كتب برخ كيات إلى ملوك العرب والعجم عربي عجمي فتشاش، وبعث بها اشدحي ترتو إليهم أسبتشاش شنتي يدعوهم اشقيقش فيها أسكياش شوح إلى الإسلام بصلب دنيا. وكان ور في جملة من كاتبهم توشي يازن شارخ في جملة من بين بول. ثمامة بن أثال ور الحنفي بنو حنيفة ابن وشول الحنفي نسبة إلى قبيلة بني حنيفة. ولا غروة مشبات ولا عجب، فثمامة ثمامة قيل إيلو القيل الملك والرئيس سمي بذلك إشتنت أيقنا قيل أل لأنه إذا قال قولا نفذ ونرتوز حدواش ألش إدواشتنا كيك العبول شهر قوش دادير من أقيال العرب عربو إيلنا الشيخ في الجاهلية جاهل زامنا، وسيد إيلوئه من سادات بني حنيفة بنو حنيفة يبنى إيلنا الشيخ المرموقين غربو إلبول فيدني بول إزويسني، وملك بتشعوي من ملوك اليمامة يمامة بتشعشيخ الذين اشبوش لا يعصى عيس تخلش لهم شينا أم أمر أمرا. تلقى ثمامة استليتر رسالة النبي يلجن كيغت عليه الصلاة والسلام بالزراية إكزغ خيتر تواشر بالاحتقار والإعراض تنبقت وغرز، وأخذته إيوغر يوحر العزة شا وقوير شي متغخ شي باخ مخ شي طيبنخ بالإثم قني بيغر، يعني حملته الأنفة والحمية الجاهلية على الإثم. عزة دوزل دربو معدو عزة محمودة خل مذمومة خل مذمومة يغ حقنيو العزة يو شيء طيب أنتي شيء داخل أنتي شيء بام أنتي شيء متك شيء تونس كرالير تونس دوزلدر محمود يول عزة إذا لخرهم شلا هو جين وادر سيسس دولهم شن جين وادر ده القرآن دعاء شينا يلشنا بصبنا هنا ستين العزة محمود يك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أذار. فأصمت ودعقلير أصم سد أذنيه شيشلك عن سماع خزر دعوة الحق والخير بقنا دكنا دعوة قيقا. ثم تقول إنه اشتعبو أخبو ضمير الشأن خلطان بوي هو يا أتنا ثم ما تنتي غائش ركبه شيطانه تنشيط تنتي أحتولر وشتا تايل متع ركبه شيطانه بوغا غضب ولم يعبأ بالعاقبة على ما عنده سلوات دعسن خزع ديغا شيط سندعت ولا تول فأغراه توت مرز دير توت خز دير فأولعه بقتل رسول الله يلجوير عليه الصلاة والسلام ووأدي دعوة الله دعوته تنقيقا معه تنزي وأدى دفن معناده قتل معناده. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وأد البنات بوغا
قتل البنات بودو دين بولس نبوكر فدأب والولرد أق دأب اعتاد بودو عادت ليسر واظب استمر دأب اعتاد يوم أحق إزق باش خيو عادت اختياري دول هما ناخل اضطراري دول هما ناخل مثلا يا أم يا أر خمالر تنا اعتاد الأكل آلش أما دأب ضرورة دول شمان اضطراري دول شمان دوخش دات اختياري دول شنيبي تندر دأب الأكل آلش دأب يتحين يتحين لريش الفرس شانس تخوات خان لريش يتحين بوغ يطلب الحين الحين وقت بو معنو تحين الفرصة ترقب وقت الفرصة بوغ للقضاء في على النبي يلج عليه الصلاة والسلام للقضاء لقتله حتى أصاب منه يلجن إقيتشري عليه الصلاة والسلام غرة تشبه كان أي غفلة يلج غوبل وش وكادت جرق در تتم قوتش خل الجريمة برستوبليني جريمة جناية الشنعاء يرج دوق أمر شنيع بوغا أمر قبيح فظيع سينونيم شتسين لولا أن أحد أعمام ثمامة ديوجا تغلي عاري ثناه إيوغا عن عزمه شيء ويلسيست الهما دير شيء نية دير ثنا عن صد رد صرف بوما عشتو في آخر لحظة تأحر لحظة وين شوزو دينا الوقت القصير بمقدار لحظ العين بودو يا اللحظة الأخيرة أولدو في اللحظة الأخيرة بوما عندسن فنجى الله الله دع الحلغة بقر نجى خلص نبيه شيء إلشا عليه الصلاة والسلام من شره تنوونا لكن ثمامة دلع ثمامة إذا كان خلر قد كفش وقعت عن رسول الله إلشنا عليه الصلاة والسلام فإنه إذا لم يكف وقت قياتير عن أصحابه تن أصحاب شخ حيث جعل إيول اللير يتربص بهم تان كلخي إنعا تان زيادة ظلم دا متق لريش تربص انتظر فرصة ليلحق بهم شرا تان ظلم دا خان لريلو حتى ظفر بعدد منهم تان أتحبش كربح كرتن ظفر بي حصل على بومعده نال فاز وقتلهم سوش بير شر قتلة يرج قتلة مصدر الهيئة فعلة وزنيدة فأهدر النبي يلج نوحان الدين عليه الصلاة والسلام دمه تنتي يعني أسقط فيه القصاص والدية يوين جنا يجيريات يديتيات يلج نوح عليه الصلاة والسلام وأعلن ذلك إذ عقي قيرت وفي أصحابي شيء أصحاب شنقا لم يمضي على ذلك طويل وقت واستعدقها الناس يغنير طويل وقت بوغا وقت طويل ألا وي عن غادئنا شوزو تحضل هما وي تحضل ديش نشا خلوة ديگا يو شرح دير دوي أما تحضل ديش نشا وي حالق شرح دين دلاحا يشا يبول نستو عدو تردو يا حالق سنة دقوت ديش كيزيق شرح ديش اشتاور دوي كاجدي راس كاجدي ديش نشا دقاني دوي حتى عزم ويل ستر ثمامة بن أثالي على أداء العمرة عمرة ده فانطلق إلى عواخر انطلق ذهب من أرض اليمامة يمامة لاتيرة موليا يرزين وجهه شيوح شطر مكة مكي آورحا شطر جهة مكة نحو مكة وهو شاولش يمني نفسه شديغ ستيسيج يمني نفسه بوغ يجعل نفسه تتمنى بالطواف طواف دري ستيسيج حول الكعبة كعبا قونخ والذبح أرسح قرية ستيسيج أي جرت برنشينية لأصنامها وتو كعبين تواحا قونخ وجعالشن وبين كان ثمامة غلش بين بوغا ظرف زماني مبني على السكون يدل على المفاجأة مركب من بين والألف الإسمية
شن دشغو شاقيت بين الجدق في الوقت الذي كان ثمامة بوم عن هلم في بعض طريقه نوقع ولش قريبا من المدينة مدينة أوليع وقرق نزلت به تنج تنتذئر نازلة تنسحهم لم تقع له في حسبان تندقدئ نادوس لم تقع له في حسبان تؤجد دينادوس ذلك إذا هدر تندقدئن دلهم نازلة هير أن سرية من سرايا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يلجنا إسكاشيا خاص عداق سرية قطعة من الجيش دو. كانت در تجوس خلال الديار تجوس ليلش خلال الديار اسم شقيه وسط الديار خوفا خيرش لرلش من أن يطرق المدينة مدين وارخ طارق بيسا وخشبك طارق الآتي ليلا إذا حاضئ نوين سنخ طارق ألا دخال حبيسا وخشبك إذا طرق يريا نعتوري حشت خلدير طرق بوك دق بوك أو يريدها إيم إيا مدين لأ معتد ظالمين ظلم خوشن بشر وهمان يعني بسوء فأسرت السرية وتسكر وتأق حليسر ثمامة ثمامة تاريسر ويري وهي لا تعرفه تنش بويش بوش أي شيء يش بويش بوش وأتت به واليرسر أتى بي ألجا متعدد إلى المدينة مدينة وشدت وسار إدعى يحكير إلى سارية بعوغم من سوار المسجد ماجد كان بعوغم الشيخ منتظرة شاش حوش لديوخش أن يقف النبي الكريم إلج سيلع والبيامر إخوات عليه الصلاة والسلام بنفسه شاه على شأن الأسير وسيسر خوشن بلخا وأن يأمر فيه توتن حق أمر داء بأمره شي أمرنز ايش يلوك جمانتي ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجار والجناح إلى المسجد ماجدك وهم بالدخول فيه أسجوة لإنشناح رأى تنقر ثمامة قرت مربوط أن يحكين في السادية بوامته فقال لأصحابه سؤال ردعشي أصحابك أتدرون شنخائه يعني أتعلمون من أخذتم شاش من حالات يعني من أسرتم فقالوا سيد إيلر لا يا رسول الله تهاتون هدي ليلش فقال إيلش نيلر عليه الصلاة والسلام هذا ثمامة بن أثال الحنفي ولش فأحسنوا أساره إيتنز ديك خلش قزع أساره ألا هو سلوارت إحا إساره بإسار بتكريس المصدر ثم تولد رجع عليه الصلاة والسلام إيلش وخبرزر إلى أهله شي هسمي وقال سيد إيلر اجمعوا قولي ما كان عندكم شيء يقى من طعام يا أمخ وابعثوا به أشياحيت إلى ثمامة بن أثال ثمامة تنقعيت ثم سلطح أمرته أمر دير يلشنو عليه الصلاة والسلام بناقته أن تحلب شيء أمكلا وزاوش له ثمامة أوز الأمر ديرته في الغدو والرواح حيرنا سيرنا غدو صباح رواح عشي سوري وأن يقدم إليه إذن على واحد الألا لبنها وتو ناقة شر وقد تم ذلك كله إدريق يقوت شخلر قبل أن يلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلشا تندح القيت لي يعني قبل أن يقابله أو يكلمه يبامر تنقمل دليا ثم تطع إن النبي إلشا عليه الصلاة والسلام أقبل على ثمامة ثمامة تأويرزري يريد لؤش أن يستدرجه إلى الإسلام يكز كزيك دينيويك استدراجه شيئا فشيئا هم نوال وردو بس تبين وقالت سؤالر ما عندك يا ثمامة هو الوحى هي ثمامة ما عندك يا ثمامة يعني ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك بوامع دبا أصحين هدير دو ألخيط حون فقال ثمامة سيدر عندي يا محمد خير ديك ويلوسا يا محمد فإن تقتل أحسويح تقتل ذا دم شين إعج إيدي يقويح شين إعج إيدي يقويح أي أصحاب شبرئنا بو معدسين وإن تنعم أحسن ديك داح تنعم على شاكر حين خمبير بولشن حين أدبل قدري تبير بولشن ديك داح
وإن كنت حولع تريد المال داخني ديش فسل أعديخ تعطى منه أصدقني نحون لردو ما شئت حون ديز جل. فتركه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلشنو إعدت عليه الصلاة والسلام يومين شندينا على حاله شي إشتحولع أي بيخ أي أم قوي حشولش يؤتى له بالطعام يؤتى له شين يحش بالطعام يأم والشراب ملهما أي إشور ويحمل إليه شين تحوش لبن الناقة أم كالنشور ثم تلت أعجاءه إلجتن إبير عليه الصلاة والسلام شو عشتين فقالت سؤال ما عندك يا ثمامة هو إلو عاشيخ أي ثمامة شان هو ديردو ألخيت هون قال ثمامة سيلر ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل فقل حلحوك ألق بيقيهم دا تشيقة فإن تنعم أحد ديك دا تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلشنو عد بتري حتى إذا كان اليوم التالي تدوغ إخوة تنجيناح جاءه تنتبير إلشن عليه الصلاة والسلام فقال سؤالر ما عندك يا ثمامة يعني ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك. فقال ثمامة سيلر عندي ما قلت لك أسعك ألك دخ سؤالني أحا ديل إلش أي تود ديل إلش سباخ سؤالني أحا أسعك ألك دخ إن تنعم على إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال حداخن ديش ولاح أعطيتك أسعن لردو منه أسداخن ينخ ما تشاء حنوكشل. فالتفت رسول الله إلش بيرزرت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه شي أصحاب شنته وقالت وإيلر أطلقوا ثمامة ثمامة دهية ففكوا وثاقه تنشد باسترزار وثاق ما يشد به من حبل ونحوه شي تتعوك شلهم نخا وثاق وأطلقوه إلى حي ترتار. غادر ثمامة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلشن مجدك شل دعوه هري وإلشن مجدك عدي ترتو ترك ومضى دعوه هر حتى إذا بلغ شاقات شنح نخلا خرما خرما ديش دولشي في حواشي المدينة مدينة أكريس نشيح أطراف المدينة قريبا من البقيع بقيع بوش لكيش نشن أولي حو فيه سقاح دولش ماء خيه أناخة وخائر راحلته وشي أمكل عنده أطخن قرقح أي أطس نعم أطخن قرقح وتطهر تنويرتو وقاح تطهر ألا غلط دو هاتي أخلدي يشتوي تشديد حقيقة وتطهر من مائه أصخيخ أصجرخيخ تنويرتو ليجرئي فأحسن طهوره إيشا تنوير خزادرتو ثم تلت أح عاد أدراجه وهو إرئي شاحوي أنش نوقع نوقل إلى المسجد ماجدقي عاد أدراجه بوغا رجع من الطريق الذي جاء منه بوغا درج طريق بوغا فما إن بلغه تكشاقات جناح حتى وقف إلى خوتر على ملأ توبنت على جماعة من المسلمين بصوب نيغ وقالت وإيلر أشهد أستويشل دو أن لا إله قديل تغلرت شين عبادة تحق وش إلا الله الله وصر وأشهد أستويشل دو أن محمدا محمد غلرت عبده ديل لي ورسوله ديل إلشي. ثم اتجه طلطع ويرزر إلى رسول الله إلجولتي عليه الصلاة والسلام وقالت وإيدر يا محمد هاي محمد والله ما كان على ظهر الأرض لا تطلع مواتر وماتر وجه يح أبغض إلي سون اختيش من وجهك حي حل وقد أصبح وجهك هند حي حلق أحب الوجوه كلها إلي سون أقرد فهيش يحمشيخ والله ما كان دين دين مداسر أبغض إلي سونا يخجو تديش من دينك حدين فأصبح دينك هينز حدين خلق أحب الدين كله إلي دين شخص أقرد قاديش والله ما كان بلد تعشحر مياتر أبغض إلي سون يخجو تديش من بلدك حشحر الله فأصبح بلدك هينز حشحر خلق أحب البلاد كلها إلي سونا أقريت أغوحيش. ثم أردف قائلا صوت أحد أداليرسو يعني أتبع قائلا لقد كنت صور أصبت في أصحابك دما حأصحاب شنو حأصحاب شنو قاحت إعانين أي تشبيان
فما الذي توجبه علي سوند اهود وجد اح فما الذي تلزمه علي فقال عليه الصلاة والسلام إلجنا إلير لا تثريب عليك بيحك باقر دا سوند يا ثمامة لا تثريب يعني لا لوم فإن الإسلام بصوا بدين بق الله يجب صد عداق يمحو ما قبله وشيل حال عداقنك وبشره إلجنا تنقأ آخر عليه الصلاة والسلام بالخير ديكنز الذي كتبه الله له العدالتنا ليرندل يزندل بإسلامه بصو الدنيا وارد تنخير واليال فانبسطت أسارير ثمامتي سمقدلير أسارير هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر يحتاح حاجة أخلش دل تنسل وارتاح بين الحاجب بين خلش ديش دو ألا دري يخطوط شيخ أسارير أوبا واحدها سر يديسن جسلو سر سرر دسن وجمعها أسرار وأسرة سن جمع أسرار أسرة دو وجمع الجمع أسارير دو وقت عدين دو الأسارير جمع الجمع دو شا إن بسطت أسارير وآلشا سمو الله لبو معن دوتن سر وفريحة وقالت سؤالر والله لا أصيبن من المشركين كرس ناخي مشرك ناخي قاتور مدو أضعاف ما أصبت من أصحابك أي أصحاب شن قاتين شلا قيد قوسو سينا زي قاتور دوس ولا أضع عنا دولر مدو نفسي سيديغ وسيفي سيتور ومن معي سيد ميلويغ في نصرتك حون غدرح ونصرة دينك حدينا غدرح ثم قال سلطة عجرته يا رسول الله ديل إلج إن خيلك حدوش لويش خيل كني تيو نخشي ما تاح دوش لوي أخذتني تارسو حالات نير أخذتني خيلي لفز ترغل دين جنس كيرو دارين وأنا أريد العمرة تسو عمرة دلاء شولش فماذا ترى أن أفعل أس هودش نيس خير دو أل هودش نيس خير دو أنحسي فقال عليه الصلاة والسلام إلجنو إلير يمضي عدعو لأداء عمرتك حي عمرة قوش دا ولكن دلاح على شرعة الله ورسوله ديلي إلشنا عليه الصلاة والسلام شريعته شريعة عمانه وعلمه بيمرة عامير ما يقوم به توقوش دديزك من المناسك وتحاج بلخشخ